أنا شايف إن هي من التقنيات اللي جدا ممتازة. أحب الجو يكون بارد وفي نفس الوقت ما يكون فيه تيار هواء مباشر. إنه تقنية جديدة وتقنية جدا رائعة بتساعد على توزيع الهواء داخل الغرفة بشكل انسيابي. والله أول حاجة يعني 360 درجة يعتبر كاسيت تايب، والكاسيت تايب فيه ميزة. الميزة إنه ما بياخد من السقف كثير، يعني حيساعدني في توفير مساحات وديكورات أحلى. عن طريق توزيع الهواء في جميع الاتجاهات نقلل سرعة الهواء، وممكن كمان نزود الكمية ونقلل درجة الحرارة بحيث نوفر راحة أفضل لشغل المكان. والله أنا لي تجربة مع سامسونج كانت جدا ممتازة. سامسونج تميز بمكيفات الهدوء وبالنسبة للتكييف حقه جدا ممتاز. اي طبعا زي ما قلت لك دوبي طبعا 360 درجة بيديك توزيع يعني عادل في جميع الاتجاهات. كديكور جدا رائع، يعني اكثر شيء لفت نظري بالنسبة لسامسونج انه الديكور تبعه جدا ممتاز، يعني حيساعدني اني انا اصمم الديكوريشن حق البيت تبعي حسب انا اللي. يس، لانه طبعا تيارات الهواء بتسبب نزلات برد وزكام وما الى ذلك. طبعا هو عامل، هو الاول كان السرو بتاعه كان لتحت، فكان ده دايما يعمل لك هيدك. نعم اكيد. انا اتمنى بعد اللي شفته النهارده ان شاء الله اتمنى طبعا ان يكون متوفر عندنا. ده اهم حاجه يعني. اكيد والله في مكان العمل ما فكرت، ولكن افكر انه يكون عندي في البيت زيه يعني اشكال.